أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زين رئيسة مجلس النواب أن علاقات الأخوة التاريخية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ترتكز على قواعد راسخة من المحبة المتجذرة عبر السنين، وأن هذه العلاقات تزداد تميزا في ظل رعاية واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى وأخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حفظهم الله ورعاهم. ونوهت إلى حرص مجلس النواب البحريني على تعزيز التعاون مع المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي في كل ما يسهم في تعزيز التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين. أشارت إلى اهتمام المجلسين لتحقيق شراكة برلمانية رائدة في دعم وتمكين المرأة الخليجية في ظل الثنائية المشتركة الرفيعة والعلاقات المتميزة بين صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات حفظهم الله ورعاهما. جاء ذلك خلال لقاء معالي رئيسة مجلس النواب مع معالي الدكتورة أمل عبدالله القميسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، وذلك بمناسبة المشاركة في إطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة والذي سيتم يوم غد الثلاثاء بالعاصمة الإماراتية أبوظبي تحت رعاية كريمة من صاحبة السمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أم الإمارات، وبتنظيم من المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي بالتعاون مع البرلمان العربي. خلال اللقاء أعربت زينل عن تقديرها للجهود التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في دعم تمكين المرأة العربية، وأخيرها استضافة الاحتفال بإطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة والذي يشكل حدثا فريدا في تاريخ ومستقبل المرأة في العالم العربي. من جانبها أشادت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحاد الإماراتي بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، معربة عن فخرها واعتزازها بما تحقق في مجال تمكين وتقدم المرأة البحرينية والإماراتية.